مسارح معينة أن نتعامل مع أخواننا من لبنان نيون يعني ما ديكورة ومخرج أو فنحتاج فيز فوق أنه يعني أكثر من شهر أن نعابل بالفيزا. آخر شيء ترفض، شنو السبب؟ ما في سبب. أوكي وين شهادتهم جامعية؟ أوكي هم يعني يسحبون ديكور، فيعني ليش شهادة جامعية؟ مثلا في شركة معينة طالبتهم. أوكي آخر شيء الحل ندفع 700 دينار عشان نخلص الأمور. شنو 700 دينار هذه؟ هل هي رسوم ولا من تحت الطاولة؟ من تحت الطاولة. للأسف موضوع الرشوة وايد قاعد يتكرر، البعض منهم للأسف يطلب منك وبكل وضوح وبكل جرأة يطلب منك لي إن أنا أطوف لك المسألة أو إني أنا أغض النظر عنك أحتاج هالشيء. طبعاً أنواع الرشاوي اللي قاعد تمر أو الطلبات اللي تكون من وزارات مختلفة إن هي مثلاً أشياء سخيفة، وجب إحنا لنا مطاعم وجبات خصومات كروت، ساعات ناس يسوون هالشيء عشان يخلصون معاملتهم بسرعة. هذه أنا عندي مصيبة أكثر من إن الواحد يسويها عشان يتجاوز على القانون.